يحكى أن هناك ملكا عظيما أوصى أولاده قبل موته بوصية غريبة، وهي أنه عندما يموت ألا يدفنوه في قبره في الليلة الأولى، بل يدفن بدلا عنه شخص آخر مقابل مبلغ كبير من المال، وأن يحافظ على حياة ذلك الشخص. فكان الملك يعتقد بأن ذلك سينجيه من فتنة القبر وسؤال الملكين منكر ونكير في الليلة الأولى. وبعد فترة مات الملك، وأراد أولاده تنفيذ وصيته، فأخذوا يبحثون في القصر بين الخدم والجند من يتبرع بهذه الليلة مقابل مبلغ كبير من المال، فلم يجدوا أحدا يقبل بذلك، فالجميع يقول لن نضع بأنفسنا في المهالك. وبعد بحث كبير وشاق وجدوا رجلا فقيرا معدم الحال يعمل حطابا ولديه 9 أبناء ولا يملك في الدنيا إلا حمارا وحبلا وفأسا لقطع الأخشاب، فطلبوا من هذا الرجل أن يبيت في القبر ليلة واحدة بدل الملك مقابل مبلغ كبير، لكنه رفض في بداية الأمر، وزادوا المبلغ كثيرا وأقنعوه أنها مجرد ليلة ستنقضي بسرعة ويصبح بعدها من الأغنياء ويرتقي بعائلته من الفقر وأنه سيكون من الأمراء. فوافق الرجل وقال في نفسه: أنا لم أمت بعد، وهي ليلة واحدة، حتى وإن جاءت الملائكة فلن تسألني عن أعمال الملك، بل ستسألني عن أعمالي أنا، وأنا رجل فقير لم أملك شيئا. فأخذوا الحطاب ووضعوه داخل القبر بدلا من الملك، وفي الصباح جاءوا فأخرجوه من القبر، وقبل أن يعطوه المال حدثت مفاجأة كبيرة، فقد ولى الحطاب هاربا وأخذ يركض بكل سرعة، فركضوا خلفه وقالوا: يا هذا انتظر، وأمسكوا به وقالوا له: ما الذي حدث؟ فهذا مالك الذي وعدناك به، فخذ حقك. فرفض أن يأخذ المال، فقالوا له: لماذا ترفض أخذ المال؟ فهو من حقك وأنت بحاجة ماسة إليه. فقال: كيف آخذ المال وأنا في حياتي كلها لا أملك سوى حمار وحبل وفأس، وفي الليلة الماضية أتاني شخصان يسألاني من أول ما وضعتموني في القبر إلى أن أتيتم وفتحتم القبر: من أين أتيت بالحمار؟ وبكم اشتريته؟ ومن أين لك المال؟ وهل هو مخمس أم مزكى عنه؟ وفي أي أرض يرعى حمارك؟ وهل استأذنت صاحب الأرض؟ ومن أين لك بالفأس؟ ومن أين حصلت على المال؟ والحبل أين وجدته؟ وهل مال الحبل حلال؟ وأين تحطبه؟ وهل مسموح لك أن تحطب وتقطع الأشجار؟ وبكم تبيع الحطب؟ وكيف ولمن ولما وهل؟ وغير ذلك كثير. هذا كله وأنا كل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل، وليلة بكاملها يسألاني عنها، فماذا يكون حالي لو أخذت هذا المال كله؟ لا والله، لأن أبقى فقيرا معدما أرحم لي من ملك أبيكم هذا، فكيف سيكون حسابه؟ قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.